بما أننا نحن دولة إسلامية تنظن ما خصوش يكون مزيانة احسن باش الحشيش الا كانت مقننه غادي تبقى تدوز عند اخصائيين ما يبقاوش يتخلطوا فيها واحد المجموعه ديال المواد اللي كيخليو الشباب ديما كيطير لهم العقل وداك الشيء يعني حادي ومن هنا الدوله غادي تدخل الفلوس. انا كنت خدت ليدي حيت بصراحه هذه الفكره ماشي في محلها. نورمالمون الا تم تقنين هذا الحشيش في المغرب غيخرجوا على ولاد البلاد. الحشيش الا دخل المغرب فهمتي تم التقنين ديالو يدخل كما تبعوا الساعه ديال برا يتبعوا حتى السيستيم ديالهم يدخلوا الحشيش يتروج في المغرب، ولكن الحشيش يتباع واحد النسبه محدوده بالنسبه للمبليين. هذه ما فكره ما والو، لان الدوله حنا دوله اسلاميه ما كاينش لينا نبيعوا الحشيش. الا كانوا غيحيدوه بمره ما يقننوه ما والو، الا كانوا غيحيدوه من البلاصه منين تيجي بلا ما يقننوه بلا حتى حاجه، الا كانوا غاديين يخليوا ديك البلاصه منين تيجي غير يقننوه بلا ما يبقاو يديو الدراري مساكنين مبليين. بالنسبه لي فكره ايجابيه. الا كنا غنستعملوا التقنيين باش نديروا به عمليه التجميل وعمليه ديال سميتو بعد المختبر وبعد النتائج اللي غتعطى غيكون مزيان، ولا كان هاي الاستهلاك ديالو غي استهلاك مفرط او الاستهلاك كذا او كذا ما لا علاقه بصحه الانسان. صعيب باش تقنن شي حاجه بحال هكا اللي اصلا هي تتباع في النوار بلا ما تقنن، راه كاين اللي تتباع عادي وما كاينش مشكل. الحشيش راه واحد العشبه اللي طبيعيه ماشي شي حاجه اللي خايبه كيكميها الواحد كينوض الصداع وداك صافي، الواحد راه كيكمي كيحيد ستريس صافي كيتكالما صافي. هادشي اللي تيمشي بنادم شاري جوان 5 دراهم ولا ب 10 دراهم مخبي باش يكميه تيتسلطوا عليه وشاريه من عند بزناز، ماشي مشى جابو من كتامه فين كاينه بلاصه وكذا، وهادشي راه كلشي عارفو فين كاين داكشي وراك تما. بالنسبه للناس اللي مبليين يعطيهم واحد النسبه محدوده في النهار، ولا واحد النسبه محدوده اللي يقدر يشتري في الساكات وداك الشيء بالتنابر ديالو بالبون ديالو فهمتي قانونيا. اما داك الحشيش اللي كيتباع دابا هنايا هذاك الشيء تخربيق كيصايبوا به الدواء، راه هذاك هو الربح اصلا اللي كتدخل منه الدوله، راه ماشي داك الشيء اللي كيدوز غير مقنن، راه الحاجه اللي تكون مقننه راه هي اللي كتخلي الدوله تستافد منها، ماشي عندهم مجموعه ديال الفوائد وماشي شي حاجه اللي خايبه. بنادم تيمشي غا ضحيه كيبليوها صحابو كيصدق ماشي بواحد الحشيش اللي ماشي هو تا ديال علاش يمشي فهمتي. كاش لينا حنايا نشوفوا حنا اوروبا نقلدوها في شي حوايج، لا ديك الحوايج اللي حنا خصنا نقلدوهم فيهم ماشي في ذوك الحوايج، خصنا نقلدوهم باش نخدموا باش نكونوا حياتنا حنا شباب حنا طالعين، حنا اللي كتبنا هاد البلاد علينا ماشي باش نجيو حنا نبيعوا الحشيش ونبيعوا الشراب وداك الشيء، هذا ما فيه كلام والو. نشوفوا مثلا ديال برا، نشوفوا مثلا هولندا، هولندا ما كتزرعش فيها الحشيش، عندهم دي ماغازان ديال فهمتي اللي بغى بنادم يدخل كمية الحشيش عندهم ماغازان تدخل عادي، ولا برا عندك فهمتي 5 غرام تهز معاه يجي عندك فهمتي تجي عندك الشرطه تجي تهضر معاك كذا شوف عندك 5 غرام عادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.